انا جيت شفت هنا بغض النظر عن التطوير الموجود، انا كل تعليقي على الساده الاطباء المسؤولين عن عمليه التطوير، انا بفخر بيهم. دكتور هاني نصر مدير المستشفى التعليميه، دكتور احمد فتحي، كل الدكاتره اللي هنا واحد واحد، هي دي الجوهره اللي في مصر. الجوهره اللي في مصر هي ابناء مصر، دكاتره مصر دول. انا في الكلمه اللي قلتها في الاول قلت احنا، انا بتكلم على الجيل بتاعي، انا راجل تعديت 60، احنا كنا بنحب بلدنا وبنحب شغلتنا، واللي موجودين دول كده برضه، قلت يعني وحبنا للكلام ده اللي خلى مكان زي ده في سنه يبقى بالشكل ده. دي اول نقطه انا عايز اعلق عليها. النقطه الثانيه، الزياره ديت انا بتفقد المشروعات الطبيه اللي ان شاء الله داخل وزاره الصحه وهتبتدي يتم افتتاحها. احنا بنتكلم في حوالي 31 مشروع طبي في صوره مستشفيات زي كده، اما تطوير شامل زي معهد القلب، يا اما بناء من جديد. احنا بنشوف عشان يفتح، احنا بنتوقع افتتاح على نص 12 تقريبا ان شاء المولى عز وجل، ولكن زيها في اماكن اخرى بتتم افتتاحها ان شاء الله هيبقى موجود. دي تاني حاجه. الحاجه الثالثه لازم اقولها وقلتها، انا بتوجه للشكر السيد معالي رئيس الوزراء الاسبق المهندس ابراهيم محلب، اللي كان له الفضل في تحريك المياه الراكده في هذا المعهد لتحويله من مكان كان بيقع الى مكان النهارده واقفين بنفخر بيه. الحاجه كمان بشكر الهيئه الهندسيه او جهاز المشروعات القوات المسلحه اللي قدروا في سنه واحده سنه و14 هم تقريبا يخلصوا هذا الصرح.